بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا اللقاء استمر هذه الفترة، ولكن أرى أن الإقبال ليس بالكثير، فالأولى إن شاء الله أننا نكتفي بالأسئلة التي تأتي بعد كل درس، ونجعل مكان هذا اللقاء كتابا من الكتب المفيدة، وهذا الكتاب هو كتاب منظومة الآداب لابن عبد القوي، فإن شاء الله نجعلها بدل من هذا اللقاء، منظومة الآداب لابن عبد القوي، يكون هذا معلوما إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، أعرض أسئلتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذه الليلة، ليلة 15 من شهر شعبان من عام 1423. هذا سائل يا صاحب الفضيلة يقول: ما حكم وضع أسماء الأشخاص على القبور، حيث يوجد ذلك في بعض المجتمعات الإسلامية، وفي بعضها توضع عليها علامات كالأرقام أو رشة البويات ونحو ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القبور عموما، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، فإنه إذا حصل الغلو في القبر فإن الناس يعتقدون أن هذا الميت ينفع ويضر، فيحصل عنده شرك من الاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك، كما حصل في البلاد الأخرى، مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وترجم الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، فقال: باب في أن الغلو في قبور الصالحين تصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وجاء النهي عن الكتابة على القبور بخصوصها، فلا يكتب على القبر شيء من القرآن أو من الأحاديث أو اسم الميت أو تاريخ وفاته، لأن في هذا غلوا به وتعلقا للقلوب به، خصوصا إذا كان قبر معظم كقبور العلماء والأئمة، فإن هذا يعتبر وسيلة إلى الشرك. ونهى عن تجصيص القبور وصبغها بالألوان كالبوية غير ذلك. المطلوب أن القبر يبقى مجهولا، لا يعرفه إلا صاحبه الذي يريد أن
يزوره وسلم عليه ويدعو له وينصرف، ما يكون عليه علامة، لا حتى الأرقام ما يوضع عليه رقم، لأن الرقم كتابة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، فلا يوضع عليه أي شيء، يوضع عليه علامة لا يعرفها إلا من وضعها كالحجر لا بأس، أما أن يوضع عليه علامة كتابة أو تجصيص أو بناية أو غير ذلك فهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه وسيلة إلى الشرك. يجب أن تبقى القبور كما هي، عليها ترابها ونصائبها، ولا يعرف القبر إلا من إلا قريبها وأخوه المسلم إن هذا قبر فلان فيزوره السلام عليه والدعاء له فقط، ولا يكون فيه ما يلفت النظر للآخرين. هذا هو الواجب في القبور. نعم. فإذا رأيتم كتابة على قبر يلزمكم إبلاغ الهيئات، لأن هذا منكر تجب إزالته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: كانت عندي أمانة لأخ وهي 900 ريال وقد سرقت مني، فماذا أصنع؟ إذا كنت مفرطا في حفظها ولم تضعها في حرص فإنك تضمنها، أما إذا كنت قد حفظتها في حرص مثلها وسرقت ليس عليك شيء، لأنك لم تفرط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: نسمع من بعض الناس قولهم: من كانت له حيلة فليحتال أو فليحتل، فهل هذا حديث أو أنه معنى حديث؟ لا، لم ما هو حديث، هذا من كلام الناس، والمراد الحيلة التي لا تضر أحدا أو لا يستباح بها محرم، الحيلة التي لا يستباح بها محرم ولا تضر أحدا، فلا بأس بعمل الحيلة لما ينفع الإنسان، الحيلة المباحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز بيع ملابس الرياضة في بلد مسلم؟ ملابس الرياضة إذا كانت ملابس تستر العورة وليس فيها تشبه بالكفار فلا بأس ببيعها، والرياضة أصلها جائز، تقوية للأبدان، لكن مع ستر العورة وألا تأخذ الوقت الطويل، يكون لها وقت لا يشغل عن طلب الرزق ولا يشغل عن العبادة، ولا بأس باتخاذ الملابس الخاصة بها وبيعها ما لم تكن ثيابا لا تستر العورة، تكون كثياب يظهر منها الفخذان أو شيء من الفخذين، هذا لا يجوز. إذا كانت ساترة وليس فيها تشبه بالكفار ولا شعار من شعارات الكفار فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الحكم في من قال إن للفتاة أن تلبس ما شاءت؟ نعم. يقول هذا السائل: ما الحكم في من قال إن للفتاة أن تلبس ما شاءت، فمن أرادت أن تلبس الحجاب فلها ذلك، ومن أرادت أن تلبس القصير فليس لأحد أن يمنعها؟ هذا كلام باطل،
أليس للمسلمة كبيرة أو صغيرة أن تتهاون بالحجاب أو أن تلبس القصير أو الضيق أو الشفاف؟ عليها أن تلبس الحجاب الساتر الضافي الواسع، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. الصغيرة أشد، الصغيرة المميزة أشد فتنة من الكبيرة، الأنظار تتجه إليها أكثر. ويجب أن تربى الصغيرة على الآداب الشرعية، يجب على وليها أن يربيها على الحجاب على الآداب الشرعية من حين تبلغ 7 سنين. قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 وربوهم عليها 10، دل على أن الطفل يربى من 7 سنين من التمييز. لا يجوز التساهل في هذا. والمسلمة ليست مخيرة، إن شاءت تحتجب وإن شاءت لا تحتجب. المسلمة محكومة بأحكام الشرع، محكومة بأحكام الشرع، ويجب على وليها أن يلزمها بالحجاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أكثر من سؤال ورد يسأل عن البدء في دراسة منظومة الآداب، فسيكون قبل رمضان أم بعده؟ بداية من الأسبوع القادم إن شاء الله، في مثل هذه الليلة إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا شاب أصوم 2 والخميس وأحافظ على قيام الليل، لكني أشاهد المباريات الرياضية وبعض المسلسلات، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ أنصحك بترك مشاهدة المباريات الرياضية ولا المسلسلات، لأنها تشغلك عن ذكر الله، وربما تجرك إلى البرامج الأخرى، وأيضا تسهر عليها. إذا كان المشاهدة بالليل تسهر عليها وتتأخر أو عن القيام لصلاة الليل في آخر الليل، والنوم مبكرا هذا هو المشروع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام مبكرا بعد العشاء. يكره الحديث، يكره النوم قبلها أي صلاة العشاء، ويكره الحديث بعدها أي التحدث والجلوس. كان ينام مبكرا من أجل أن يقوم آخر الليل، يأخذ حظه من النوم ويقوم نشيطا ومبكرا. أترك هذه الأمور، أشتغل بأمور آخرتك، واشتغل بما ينفعك في دنياك أيضا ويعينك على طاعة الله. والمباريات ليس فيها عون لا على الدين ولا على الدنيا، إنما هي مضيعة وقت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كنت مسافرا وصليت المغرب في الطريق مع جماعة، ثم بعد أن انتهيت من صلاة المغرب جاءت جماعة ثانية يصلون المغرب، فصليت معهم بنية العشاء، ولما سلم الإمام قمت وجئت بركعة لأتم صلاة العشاء 4 ركعات، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، هذا صحيح، هذا صحيح إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هذا حديث أو في معناه إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب؟ نعم، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المراد بالمعاريض تأويل، في التأويل في الحلف، تأويل في الكلام والتعريض في الكلام. وقد ذكر العلماء أن المعاريض والتأويل في الحلف على 3 أقسام. القسم الأول أن يتخلص بها من ظلم، تخلص بها من ظلم فلا بأس بذلك، كما لو سأله ظالم: هل عندك شيء لفلان؟ واستحلفه، فيقول: والله ما عندي شيء، ويقصد في هذا المكان، يقصد في هذا المكان.
فهذا تعريض وتأويل للتخلص من الظلم. أو يقول أين فلان يسأله وهو ظالم يريد أن يبطش به، فيقول والله إن ما إن والله إن فلانا ليس ها هنا، ليس ها هنا، ويقصد في مكان معين، ليس في مكان معين، والسائل يظن مكان آخر، فهذا جائز للتخلص من الظلم. النوع الثاني أن يكون المتعول ظالما يريد أكل أموال الناس بالباطل، كأن يحلف عند القاضي متأولا ليتخلص من حق الغير عند القاضي، هذا ظالم، فهذا حرام عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما يصدقك صاحبك، فلا يجوز التعريض إذا كان المعرض ظالما لغيره ويريد التخلص من حقه وظلمه. الحالة الثالثة أن لا يكون ظالما ولا مظلوما، فهذا يباح التعريض فيه، يباح التعريض. وبعض العلماء يقول لا ما يجوز لأنه كذب، الكذب لا يجوز، والبعض الآخر يقول يجوز لأنه ليس ظالما لأحد، وما دام ليس ظالما لأحد فلا محذور فيه، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يجوز لأنه كذب. نعم، ولا ملجأ إليه ولا حاجة إليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول من كان لديه 40 من المعزة، 5 منها أمانة، فهل عليه فيها زكاة؟ إذا لم تكن الأربعون في ملكه فليس عليه زكاة، لأنه لم يكمل النصاب، إلا إذا كانت هذه الأغنام التي للغير مختلطة الخلطة التامة، الخلطة التامة في المرعى وفي المبيت وفي الراعي، خلطة تامة بينها، هذه مسألة الخلطة، الخلطة تصير المالين كالواحد، لكن بشروط، فإذا توفرت فيها شروط الخلطة أن ترعى كل السنة جميعا وتبيت في مكان واحد وتذهب وتجي جميع ما تنعزل كل السنة، هذه تصيرها كالمال الواحد، تجب فيها الزكاة إذا بلغت 40، ويكون على كل واحد من الشاة قدر ما له من الملك، قدر ما له من الملك. فإذا كان لواحد 35، واحد له 5، وتمت شروط الخلطة يخرجون شاة، ويكون على صاحب 35 يكون عليه 7 أثمان الشاة، ويكون على صاحب 5 ثمن الشاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. قال صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين يتراجعان بالسوية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه أسئلة عديدة حول التأمين، هذا أحدها، يقول ما حكم التأمين الإلزامي المزمع افتراضه علينا من إدارة المرور في رمضان، وعلى ذلك سوف يحاسب الذي لا يؤمن؟ هذا أجبنا عليه عدة مرات، تكرر وتكررت الإجابة عليه، أنه تأمين حرام لأنه تجاري، التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام، كما صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء، وصدر فيه قرار مجمع الفقه في مكة. ولكن إذا ألزم الإنسان به فإنه يدفعه، ولكن لا يستفيد منه، لأن الاستفادة
من التأمين أكل لأموال الناس بالباطل، فهو يدفعه لأجل الضرورة ولأجل يحصل على الرخصة وما يحتاج إليه، مثل ما قيل في التصوير. التصوير حرام، لكنه يجوز أن يصور الإنسان للرخصة والحاجة الضرورية التي ألزم بها، هذا من الضرورات يدفعه ولكن لا يستفيد منه، لأن الاستفادة من التأمين التجاري حرام. نعم. فإذا صار عليه غرامة أو صدمت سيارته أو فإنه هو الذي يدفع الغرامة ولا يأخذها من مال الشركة. نعم نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: والدي عليه ديون وتسكن معه والدتي وإخواني، فهل تسكن معه والدتي وأخواتي، فهل يجوز أن أعطيه من الصدقة؟ لا، زكاة الولد لا تحل لوالده، والعكس لا تحل زكاة الوالد لولده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد في أثر أن المنافق لا يتضلع من ماء زمزم، وهل يدخل في ذلك من قال أنا لا أرتوي منه؟ أنا لا أرتوي منه. شرب ماء زمزم سنة، ليس بواجب. شرب ماء زمزم سنة، استحب أنه يشرب منه وأن يتضلع منه، لأنه خير، لأنه خير مبارك. وهل يحرم الإنسان نفسه من هذا الماء المبارك؟ لا يحرم نفسه منه. أما المنافق فإنه يكره ماء زمزم وغيره من الطاعات، منافق يكره الطاعات كلها، ماء زمزم وغيره. نعم نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وعلى السائل يقول: والدي أخذ مني مبلغا من المال وأعطاني مقابله سيارة قد اشتراها بعقد التأجير المنتهي بالتمليك. والده يقول: والدي أخذ مني مبلغا من المال وأعطاني مقابله سيارة قد اشتراها بعقد التأجير المنتهي بالتمليك، السؤال: هل يجوز لي استعمالها؟ وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل، حيث إن والدي تصرف بالمال؟ والدك إذا أخذ منك شيء لا تطالبه، ما يجوز لك مطالبته، إنه والدك وأنت ومالك لأبيك، فاترك هذا الحق الذي لك على والدك ورد السيارة عليه ويعوضك الله خيرا منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا شاب حريص على أداء السنن الرواتب قبل وبعد الصلاة، وذلك منذ شهر تقريبا، ولكن إذا فاتتني إحدى السنن ماذا أفعل، هل أقضيها أم لا؟ نعم، إذا فاتتك السنة التي قبل الفريضة تقضيها بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فأخبره أنه يقضي راتبة الفجر فأقره على ذلك، كذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فاتته الركعتان قبل الظهر يصليهما بعده وبعد العصر، يستحب قضاء الرواتب. نعم. كما أن الوتر بالليل إذا فات يطغيه بالنهار. نعم. فبعض النوافل تقضى، بعض النوافل تقضى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا شعر الإنسان بحساسية شديدة وإعياء في الوضوء عند مجرد الاستنشاق بدون مبالغة، هل له أن يترك الاستنشاق، وهل تركه الاستنشاق يبطل الوضوء؟ الاستنشاق من الوضوء، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فيستنشق، لكن إذا كان الماء يضره فلا يبالغ في الاستنشاق، يستنشق بدون مبالغة، لأن الصائم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة، قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكذلك إذا كان يتضرر بالمبالغة فإنه يستنشق من غير مبالغة، وإن كان لا يستطيع الاستنشاق نهائيا لا يدخل الماء في أنفه، فهذا يتوضأ
ويتيمم بدل الاستنشاق، يتيمم بدل الاستنشاق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي أكثر الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويكثر المسلم من هذا الدعاء ومن غيره من الأدعية الواردة، يكثر من الاستغفار عليه الصلاة والسلام، كان يكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل: استغفر الله وأتوب إليه، كرر هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم ذكر الله في القلب عموما في الخلاء من غير البسملة؟ في الخلاء يعني قضاء الحاجة كذا. نعم، لا بأس إذا ذكر الله في قلبه وهو في الحمام، لا هذا لا مانع منه، إنما الممنوع التلفظ بذكر الله وهو في قضاء الحاجة، أما ذكر الله في القلب فلا مانع منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز تسجيل الأشرطة التي حقوقها محفوظة وذلك لغرض التوزيع الخيري أو الدعوة إلى الله من غير تكسب؟ لا يجوز هذا، ما دام صاحبها مانعها إلا بإذنه هذا ملكه، لا يجوز الاعتداء عليه في ملكه إلا بإذنه، استأذن منه وسجل أو اشتر منه ووزع إذا كنت تريد الخير، خلك مع طريق صحيح هم مع طريق ما هو صحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل هناك علامات للحاسد يمكن معرفته بها للحذر منه؟ الحاسد يعني العاين، قصده يصيب الناس بالعين، هذا الغالب أنه يكون معروف، العاين اللي يصيب بالعين الغالب أنه يكون معروف عند الناس، ولكن عليك بذكر الله عز وجل والتوكل على الله ولا يضرك إن شاء الله، ولو أصبت بعين فإنك تطلب من العاين أن يغتسل وتأخذ ماء الغسيل ويصب عليك ويغسل لك أيضا دواخل إزارة أو سراويله ويصب عليك وتشفى بإذن الله، مع أنك تطلب منها أيضا أن هي يرقيك ويقرأ عليك ويبرك عليك يدعو لك بالبركة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: كثر الكلام عن التأمين الإلزامي وذلك بعد أن خرج أحد المشايخ بقناة فضائية قال الـNBC، وأنه سأل الشيخ ابن باز وقال له رحمه الله وقال له إنه سيعيد النظر أو سنعيد النظر في هذا الأمر ولم يحدث ذلك، فسبب هذا الكثير من اللبس عند الناس، فأفيدونا جزاكم الله خيرا. أما ما نسب للشيخ ابن باز فهو كذب، أنا من آخر من لازم الشيخ ابن باز رحمه الله وتوفي وهو يرى أن التأمين التجاري حرام ويحذر منه غاية التحذير، وأما أنه يرى هذا وأفتى بهذا هذا رأي له خاص هو المسؤول عنه يوم القيامة، والتأمين أجبنا عليه عدة مرات ما حاجة إلى ترديد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أرشدوني جزاكم الله خيرا إلى الأسباب المؤدية للخشوع في الصلاة، حيث إنني أبدأ الصلاة وأنا خاشع ومن ثم لا أعلم إلا وأنا منتهي من الصلاة. نعم. لا أشعر. نعم. هذا السائل عفى الله عنكم يقول: أرشدوني جزاكم الله خيرا إلى الأسباب المؤدية للخشوع في الصلاة، حيث إنني أبدأ الصلاة وأنا خاشع ومن ثم لا أعلم إلا وأنا منتهي من الصلاة. هذا شيء يطرأ عليك في الصلاة من الشيطان، فعليك باستحضار قلبك، إذا حصل لك هاجس ولا حصل لك تفكير اقطعه، اقطع التفكير والهاجس
وعد إلى صلاتك يذهب عنك بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يوجد صاحب مكتب عقار يشتري الأراضي بواسطة المخطط، وسبق أن أراها قبل أن ينوي شراءها، فهل يصح هذا التبايع؟ نعم. يقول: سلمك الله، يوجد صاحب مكتب عقار يشتري الأراضي بواسطة المخطط، وسبق أن رآها قبل أن ينوي شراءها، فهل يصح هذا التبايع؟ ما تكفي الرؤية، لابد من القبض. يصح أن يشتريها إذا كان يعرفها ورآها، يصح الشراء، لكن ما يجوز له البيع. الشراء يصح برؤية متقدمة، لكن البيع لا يجوز له حتى يقبضها، بأن يذهب إليها ويعرف حدودها ويعرف مساحتها ويستلمها بالتخلية، ثم بعد ذلك يبيعها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لشخص أن يتسمى باسم العزيز؟ وهل هناك فرق إذا كان الاسم معرفا بأل أو غير معرف؟ هناك أسماء تسمى بها المخلوق وهي من أسماء الله، مثل الملك والعزيز، قالت امرأة العزيز. والمراد بالعزيز يعني عزيز القوم أو عزيز الدولة، أو عزيز مطلق. عزيز المطلق هو الله سبحانه وتعالى، هذا عزيز نسبي وملك نسبي بالنسبة لرعيته ومملكته فقط، فهذا لا بأس به. وفي فرق بين صفات، بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق سبحانه وتعالى، كما تقرر ذلك عندكم في الدروس، أن هناك فرقا بين أسماء الله وأسماء المخلوقين، وبين صفات الله وصفات المخلوقين، وإن اشتركت في الاسم والمعنى لأنها لا تشترك في الكيفية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: تعرفت على شخص عبر الشبكة العنكبوية العنكبوتية الإنترنت، ويقول إنه أباضي. وش جاب العنكبوت للإنترنت؟ هم يسمونه، ما هي بعنكبوتية. نعم. ويقول إنه أباضي، وأريد أن أدعو له، أن أدعوه إلى منهج أهل السنة والجماعة. والسؤال: هل هذا الفعل طيب؟ وهل الأباضية كفار أصلا؟ الدعوة طيبة، الدعوة إلى الله طيبة، ما إذا كنت ترى أنك تؤثر عليه وأنه يتقبل، تدعوه إلى الله من أي طريق، طريق الشبكة أو طريق اللقاء أو طريق الكتابة. الدعوة إلى الله طيبة لكل الخلق، لكل الخلق، كل من تطمع في هدايتهم تدعوهم إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: مسألة العذر بالجهل كثر فيها الجدل، حتى إن بعض المنتسبين للعلم يتلمسون العذر بالجهل للقبوريين وربما للهندوس. السؤال: متى يكون من وقع في الكفر معذورا بالجهل، ومتى لا يكون معذورا، وما هو الضابط في هذه المسألة؟ المسألة ما هي مسائل الشرع ومسائل الأحكام الشرعية، ما هي مباحة لكل أحد يتكلم فيها من الجهال والمتعالمين، هذه موكولة إلى أهل العلم والبصيرة. وأهل العلم قالوا إن الجهل على قسمين: جهل يمكن إزالته، يعني يكون يمكن السؤال أهل العلم ولكنه فرط ولم يسأل، هذا غير معذور. وهناك جهل لا يمكن إزالته لأنه يعيش في مكان منعزل عن العالم ولا يتصل بأحد ولا يبلغه شيء، فهذا يعذر مدة كونه لم يبلغه شيء، مدة كونه لم يبلغه شيء. أما إذا بلغه أو كان عند العلماء ويمكنه السؤال، هذا غير معذور، هذا غير معذور. والآن العالم كله تقريبا بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغه القرآن، القرآن الآن يتلى على الأثير
وهذا من حكمة الله جل وعلا لئلا يقول يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. القرآن الآن يتلى ويبلغ المشارق والمغارب لقيام الحجة على الخلق، وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله لما أرسله للعالمين يسر الوسائل التي تبلغ دعوته عليه الصلاة والسلام. فليس لأحد عذر مع وجود هذه الوسائل ومع انتشار العلم وانتشار القرآن، ما لأحد عذر. اللهم إلا واحد منقطع عن العالم ما يصل إليه بث ولا يصل إليه شيء. نعم، هذا نادر أو ما هو موجود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز قول أن نفوض الكيف ونثبت المعنى؟ نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز قول أننا نفوض الكيف ونثبت المعنى؟ هذا هو، نعم، هذا هو الصحيح، أننا نؤمن بالمعنى ونثبته، وأما كيفية الصفات فنحن نجهلها ولا ندخل فيه، أما المعنى فإننا نعرفه ونبينه للناس ونوضحه. نعم، وهذا معنى قول مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كثير من الناس يفتحون محلات تجارية بأسماء أشخاص مصرح لهم من قبل الدولة وهم غير مصرح لهم بذلك، هل المال الذي يحصلون عليه بهذه الطريقة مال حرام وسحت، أم أن الفعل محرم والمال حلال؟ هذا لا يجوز، الكذب والاحتيال ومخالفة ولي الأمر، معصية ولي الأمر، هذا لا يجوز. والمال الذي يحصل من ورائه مال حرام، لأنه بغير طريق شرعي، بغير طريق شرعي. الواجب على من وقع في شيء من هذا أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرجو من الشيخ الفاضل أن يرد على بعض الفرق الضالة التي تقول بخلق القرآن وخلق صفات الله تعالى، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء غير ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. الله، كلمة الله تشمل الذات والصفات، فالله بذاته وصفاته خالق كل شيء، وما سواه مخلوق، ما سواه مخلوق. يعني الله بدون صفات ما هو صحيح، الله بدون صفات هذا ما هو صحيح. الله بصفات بأسمائه وصفاته خالق كل شيء، وما عداه فهو مخلوق، هذا من المغالطة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أين دفن علي رضي الله عنه، حيث إن بعضهم يقول إنه رفع إلى السماء؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في الكوفة ودفن في قصر الإمارة بالكوفة، ودفن في قصر الإمارة بالكوفة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أفتح صالون حلاقة للرجل؟ نعم. أو هذا السائل يقول: هل يجوز أن أفتح صالون حلاقة للرجل أو أن أؤجر محلي لفتح صالون حلاقة؟ الحلاقة اللي مباحة ليس فيها مخالفة لا بأس، أما الحلاقة المحرمة كحلق اللحى أو عمل التواليت في الرؤوس وعمل ما يشبه أعمال الكفار فيها، هذا لا يجوز، لا يجوز فتح حلاقة لهذه الأعمال المحرمة. حلاقة المحرمة لا يجوز فتح محل لها، أما الحلاقة المباحة حلق الرؤوس هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا شاب أسكن في بلاد الكفر، وقد هداني الله عز وجل ثم بدأت أصلي، وكنت قبل ذلك أعمل بعض المحرمات، وكنت أستخدم في سبيلها الاتصالات الجوالية، والآن عندي دين عند شركة الجوال قد بلغ 5000. السؤال: ماذا أفعل؟ هل يلزم علي أن أرجع لهم هذا المال؟
إذا طالبوك به ولم تتخلص منهم ادفع إليهم، أما إذا أمكنك التخلص منهم فتخلص منهم، أما إذا ألزموك ادفعه إليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز استخدام العمالة الهندوسية في حالة عدم القدرة على جلب المسلمين؟ هو صحيح عدم القدرة، قدرة موجودة والمسلمون كثيرون ولله الحمد، لا يتعذر جلب المسلمين، فلا يجوز جلب الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم من جزيرة العرب، فكيف نستخدمهم؟ وأيضا هم يفسدون في بلادنا وينشرون كفرهم، يدعون إلى الكفر، فكيف نستقدمهم إلى بلادنا؟ وإخواننا المسلمون موجودون وكثيرون وبحاجة إلى العمالة، ما أحوج من غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: بعض البنوك تأخذ من العميل مقدارا من المال إذا قل رصيده عن حد معين. نعم. هذا سائل يقول: بعض البنوك تأخذ من العميل مقدارا من المال إذا قل رصيده عن حد معين، وهذا الحد يختلف باختلاف البنوك، فما حكم هذا الفعل؟ ما فهمت السؤال، أعد السؤال. نعم، عفى الله عنك. هذا السائل يقول: بعض البنوك تأخذ من العميل مقدارا من المال إذا قل رصيده عن حد معين، وهذا الحد يختلف باختلاف البنوك، فما حكم هذا الفعل؟ هذا الذي تأخذه من باب الأجرة على حفظ المال، إذا كان من باب الأجرة على حفظ المال فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يكفر الرجل بدون أن ينوي الكفر، أي بدون أن يتواطأ القلب مع الجارحة التي تعمل هذا الكفر؟ نحن نحكم على الظاهر، فمن فعل الكفر أو تكلم به حكمنا به عليه وعاملناه به، وأما القلوب فهذه عند الله سبحانه وتعالى، ما لنا دخل في القلوب، نحن نعمل في الظاهر. فمن عمل الكفر غير مكره وغير جاهل، جهلا يعذر به، فعله غير مكره وغير جاهل جهلا يعذر به، فإننا نحكم عليه بالكفر. نعم. وأما القلوب هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للشخص أن يقول أنا مالكي أو شافعي أو حنبلي أو حنفي في الأصول، ويقول هذا للناس على سبيل الشهرة أو سبيل الانتشار؟ لا بأس بذلك، أن الإنسان يقول أنا حنبلي أو أنا شافعي أو أنا مالكي أو حنفي، مذاهب أهل السنة، هذه من مذاهب أهل السنة، الانتساب إليها لا بأس به، ولكن لا يتعصب لها، الممنوع التعصب لها، إذا شاف إن قول في المذهب مخالف للدليل فلا يتعصب له، فهو يتبع القول الذي عليه دليل، سواء كان في مذهبه الذي ينتسب إليه أو في مذهب غيره من الأئمة، غير تعصب. أما مجرد الانتساب فلا بأس به، انتساب من غير تعصب، بحيث إذا ظهر له الدليل مع غير المذهب الذي ينتسب إليه يأخذ به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجب على المسافر إذا سمع الأذان أن يصلي في المسجد، ولماذا؟ نعم، إذا سمع الأذان يجب عليه أن يصلي في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذا سمع النداء وهو قريب من المسجد فإنه يجب عليه أن يصلي مع المسلمين ويجيب المؤذن، ولا يقول أنا مسافر
يصلي وحده أو يصلون جماعة في منزلهم والمسجد بجنبهم، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما قولكم في من قال إن الكفر بالعمل لا يخرج من الملة إلا إذا تواطأ القلب مع الجارح؟ هذا هو الذي مر قريبا، إذا عمل الإنسان عملا يقتضي الكفر وهو غير مكره وغير معذور بالجهل فإنه يحكم بكفره بناء على الظاهر، وأما القلوب فهي من شأن الله جل وعلا، هو الذي يعلم ما في القلوب وأمره إلى الله، لكن نحن نعامله معاملة الكافر ما دام ليس له عذر لا من إكراه ولا من جهل لا يستطيع إزالته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: شخص أراد العمرة ثم دخل مكة بدون إحرام لأنه لا يعرف أين الميقات، ولما وصل إلى الحرم غير نيته، فماذا عليه؟ كيف غير نيته؟ هو يريد العمرة لكنه لم يحرم لأنه لم يعرف الميقات، ما دام أنه لم يحرم فليس عليه شيء، ما دام أنه لم يحرم، والإحرام هو نية الدخول في النسك، ما هو بلبس ملابس الإحرام، بل هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى بقلبه أنه دخل في النسك وأنه شرع في النسك فقد أحرم. أما الثياب والطيب والأشياء هذه محظورات الإحرام وليست هي الإحرام، ليست هي الإحرام، هذه محظورات الإحرام، فينعقد إحرامه ولو فعل شيء من المحظورات، يكون عليه فدية إذا فعل شيء من المحظورات، لكن وإحرامه صحيح يؤدي العمرة. أما إن كان قصده أنه جاء يريد العمرة وقبل أن يحرم عدل عن العمرة لا يلزمه شيء، ما دام أنه ما دخل في الإحرام له أنه يهون عن العمرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: رجل عقد على امرأة وبعد العقد أصيبت المرأة بمرض نفسي وأصبحت في حالة سيئة جدا وتقول: طلقني ولا تنام الليل والنهار، فحضر الزوج وطلب منه الشيخ الذي كان يقرأ عليها أن يطلقها طلقة واحدة ثم يراجعها، فطلقها بضغط عليه من أهلها ومن الشيخ ولأنه يرغبها وترغبه وهو لم يدخل بها، فما الحكم في حالته؟ خلف الله عليه، مدام طلقها قبل الدخول فإنها تبين منه، تبين منه ولو بطلقة واحدة، طلق قبل الدخول خلاص. نعم. لكن إذا كان طلقة واحدة له أنه يعقد عليها من جديد، يعقد عليها من جديد، ما يقول راجعها، يقول أعقد عليها عقدا جديدا، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم التعامل في بورصة الأسهم حيث يتم شراء أسهم لبعض الشركات ثم يتم بيعها عند ارتفاع السعر مع العلم بأن هناك احتمال كبير لانخفاض السعر، أي احتمال الزيادة والنقصان؟ والله قضية الأسهم قضية شائكة، لأن يدخلها الجهل، يدخلها الربا، يدخلها أشياء كثيرة، لكن إذا كانت الأسهم في شركات ثابتة، شركات أملاك كالمصانع أو الزراعة أو النقل، سيارات النقل، إذا كانت في أملاك يجوز له يبيع نصيبه منها، لأنه بيع ملكه، يبيع أسهمه في شركة الكهرباء، يبيع نصيبه في أسهمه من شركة من مصنع الإسمنت مثلا، الأشياء الثابتة، يبيع نصيبه من المزرعة الفلانية، هذه كلها أشياء، أو من الأرض الفلانية، هذه كلها أسهم في أملاك ثابتة. أما الأسهم في المضاربات والأسهم في الديون والأسهم في هذه، والله أنا ما أرتاح منها ولا أعرفها، هذه مجهولة غالبها أنه قمار وميسر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل أرفق نشرة وذكر أنها كثيرة الانتشار، وعنوان هذه النشرة عقوبة تارك الصلاة، من تهاون في الصلاة عاقبه الله 15 عقوبة. هذا حديث مكذوب، قد رد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ورده موجود مطبوع، فهذا حديث مكذوب ويروج من قديم، أو بتو جديد، هذا يروج من قديم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب. يكفي في عقوبة تارك الصلاة ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، ولسنا بحاجة إلى مثل هذا الحديث المكذوب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول سمعت عن فضيلة، قال سمعت لفضيلتكم فتوى في الجمعيات التعاونية التي تقام فيما بين الموظفين أو المدرسين أنها من الربا، آمل من فضيلتكم توضيح هذه المسألة وتأصيلها. هذا شيء مكتوب، أنا كتبته موجود في مؤلفاتي، فهذا بيع، هذا قرض جر نفع، يقرض زملاءه بشرط أن يقرضوه، فالقرض إذا جر نفعا فهو ربا، هذا تقارض، بعضهم يقرض بعضا، مشترطين هذا إننا نجمع ويأخذها واحد والمرأة الثانية يأخذها الثاني وهكذا تدور عليهم، هذا قرض مشروط في قرض أو ربا، وعقدان في عقد، بيعتان في بيع، هذا رأيي فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول هل يجزئ الغسل عن الوضوء حتى وإن كان هناك مس للعورة؟ الغسل إذا نوى دخول الوضوء فيه وأفاض الماء على جسمه ناويا الطهارتين، عمم الماء على جسمه ناويا الطهارتين، فإنه يرتفع الحدثان، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن مس عورته بيده، إذا مس عورته بيده ينتقض وضوءه، فعليه أن يتوضأ، لأن الوضوء الذي دخل مع الغسل انتقض بمس العورة، فيعيد الوضوء كما لو أحدث، يعيد الوضوء فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول لعلكم يا صاحب الفضيلة تعلمون وضع المنطقة ومحاولات الأعداء جرها إلى حرب، الله أعلم نتائجها. وضع إيه؟ يقول لعلكم يا صاحب الفضيلة تعلمون وضع المنطقة ومحاولات الأعداء جرها إلى حرب، الله أعلم بنتائجها. صاحب الفضيلة، ما دورنا تجاه هذه الأحداث وكيف نؤثر فيها؟ عليكم بالدعاء، الإكثار من الدعاء، أن ينصر الله الإسلام والمسلمين وأن يكفينا شر الأعداء، وعليكم أيضا بالتوبة إلى الله، وأمر الناس بالتوبة إلى الله، فإن هذا من ذنوبنا، تحثون الناس على التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على طاعة الله والابتعاد عن محارم الله، لن يصيبنا إلا شيء بذنوبنا، حثوا الناس على التوبة وعلى ترك المعاصي وعلى أداء الواجبات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما واجبنا في المجالس التي ينال فيها من العلماء ومن ولاة الأمر؟ واجبكم أنكم تنكرون هذا المنكر، ما هو خاص بالعلماء، حتى لو تكلموا في مسلم عامي لا يجوز السكوت على الغيبة، لا يجوز السكوت على الغيبة، فتنصحونهم، فإن امتثلوا وتركوها وإلا قوموا من المجلس واتركوه، ابتعدوا عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول إذا صلينا على أكثر من جنازة هل يكون علينا أو لنا أكثر من قيراط؟ نعم، إذا نويتم الصلاة على أكثر من جنازة يحصل لكم الأجر على كل جنازة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول مسلم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم عاد إليه،
فهل يجب عليه إعادة حجته؟ نعم، على المذهب نعم يلزم إعادة الحج، لأنه بطل الحج الأول بطل بالردة، فعليه أنه يعيد الحج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في استخدام الأجهزة الكهربائية التي تقتل الحشرات مثل الذباب وتوضع في المساجد أو الأماكن العامة؟ لا يجوز هذا، لأن هذا من القتل بالنار والتعذيب، فلا يجوز مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا اشتريت من الخباز مثلا ب3 ريالات وأعطيته 10 ريالات فقال لي تأتي غدا وتأخذ الباقي، فهل هذه العملية جائزة وهل هي عملية صرف قبل البيع؟ إذا كان يقول تجي باسر أعطيك باز الدراهم هذا ما يجوز، لأنه تفرق قبل القول. إن كان يقول لك تجي باسر أعطيك خبز، أعطيك خبز لما تنفد الدراهم هذه، كل يوم أعطيك بريال لما أنها الدراهم هذه تنتهي، هذا لا بأس به، هذا أخذتمه في باب السلام. يجوز أن يعطيه مبلغ ويأخذ منه كل يوم لحم، ولا يأخذ منه كل يوم خبز، لا بأس بذلك لحاجة الناس في مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا طول شخص في ركوعه أو سجوده هل يذكر ما ورد من الأذكار فيها أم يقتصر على ذكر واحد فقط ويكرره؟ يكثر من التسبيح، التسبيح إن كان ركوع يكثر من سبحان ربي العظيم، إن كان سجود يكثر من سبحان ربي الأعلى، وليس لذلك حد محدود. يجوز أنه يسبح في الركعة الواحدة 10 تسبيحات أو السجدة يزيد، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص سرق منذ زمن. نعم. شخص سرق منذ زمن ومن الله عليه بالاستقامة ويريد أن يعطي صاحب الحق حقه ثم لم يعرف فقام بالتصدق عنه، فهل فعله هذا جائز؟ إذا تعذرت معرفته وإيصال حقه إليه تصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، أما إذا لم تتعذر معرفته يجب إرجاع ماله إليه بأي وسيلة أو طلب المسامحة منه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول بأنه تقدم لخطبتها شاب غير متدين، وتقول بأنها قبلت به بنية دعوته إلى الله، ولكن أهل الشاب رفضوا هذا الزواج بحجة أن البنت ليست من نفس أصل الشاب، فبماذا تنصحون هذه الأخت؟ أنصحها بتركه، أدام أنه غير مستقيم فننصحها بتركه ولا تتزوجه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من أنكر تلبس الجني بالإنس ووصف الذين يقرؤون على هؤلاء المرضى بأنهم دجالين؟ أما إنكار الجن هذا كفر، إذا أنكر الجن قال ما فيه جن هذا كفر، أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين من وجود عالم الجن، وأنهم خلق من خلق الله عز وجل، وإن كنا لا نراهم، إحنا ما نرى كل شيء، في أشياء ما نراها كثيرا وهي موجودة. فأما إن كان أنه يقر بوجود الجن ولكنه ينكر تلبسهم بالإنس، هذا قول المعتزلة، قول الحنفية أيضا ينكرون تلبس الجن بالإنس، هذا خطأ لا شك، لكنه ما هو كفر، هذا خطأ وضلال ولكنه لا يصل إلى الكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من أدرك التشهد الأخير يكون قد أدرك فضل الجماعة؟ نعم. وأيهما؟ نعم. يقول سلمك الله: هل من أدرك التشهد الأخير يكون قد أدرك فضل الجماعة؟ وأيهما أفضل للرجل إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل يدخل معه أم ينتظر جماعة أخرى؟ صحيح أنه لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، ومن جاء والإمام في التشهد الأخير إن كان يرجو أن أحد يجي أو
أو خابر أحد يجي ينتظر ويصلون جماعة أخرى. أما إذا كان ما يرجو أحدا فإنه يدخل مع الإمام ليحصل على فضيلة المتابعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نحن في دولة غير إسلامية وعندنا بنوك، وإذا لم نأخذ الربا يبنون بهذا المال الكنائس، فهل يجوز لنا أن نأخذه ثم نبني به المشاريع الخيرية على سبيل التخلص منه؟ الله زين، يعني تبون تجارونهم هم يبنون كنائس وانتم تبنون بمساجد؟ ما يصلح هذا، مساجد ما تبنى إلا بمال طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. خلوه يأخذونه ويعذبون به في نار جهنم وأنتم تسلمون منه. نعم. الذي يأخذ الربا هذا داخل فيها، في الذي يأكل الربا أخذه، ما هو بالمراد أكله بأن يأكله طعام وشراب، المراد بأكل الربا استعماله بأي وسيلة، المراد استعماله يسمى أكلا له. فلا يجوز لكم أخذ الربا. نعم. أما أنهم هم يبنون بكنائس أو يستعملونها، أنتم ما عليكم منهم، هم عندهم الكفر أشد من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بلدنا المستشفيات مختلطة، وهناك امرأة عملت لمدة شهر في إحدى هذه المستشفيات مع التزامها بالحجاب. السؤال: ما حكم المال الذي حصلت عليه أجرة على عملها؟ إذا تابت إلى الله عز وجل وهي محتاجة لهذا المال فلا بأس أنها تستعمله، أما إن كانت مستغنية عنه فالأحسن أنها تخلص منه، أما إن كانت تابت إلى الله توبة صحيحة ولا تعود للشيان وهي محتاجة لهذا المال فهي تستعمله. نعم. وهذا سائل يقول: يا صاحب الفضيلة، هل صحيح أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستحب الصيام بعد النصف الثاني من شعبان؟ نعم، ورد حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني أنه ما يبدأ الصيام بعد النصف، أما إذا كان يصوم من قبل النصف يواصل الصيام بعد النصف، ما يخالف. نعم. إنما الكلام في الذي ما صام أول الشهر ويبدأ بعد منتصف الشهر، ألا فيه نهي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نعلم أن الأناشيد محرمة، ولكن بالنظر إلى أنها دعوة إلى الله، هل نقول بأنها بدعة، خاصة وأن الشافعية حكم عليها بذلك؟ ما هي بالأناشيد دعوة إلى الله، دعوة إلى الله والغنى ما هي بالدعوة إلى الله. دعوة إلى الله تكون بالكتاب والسنة والموعظة بالتي هي أحسن، هذا هي الدعوة إلى الله عز وجل، ما تكون بالأناشيد. الأناشيد هذه عند الصوفية يستعملونها على أنها عبادة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة على الجنازة داخل المقبرة؟ لا بأس بذلك، من فاتته الصلاة على الجنازة وأدركها قبل الدفن صلي عليها في المقبرة واحدا أو جماعة، وإذا دفنت صلي عليها في القبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والحاجبة والمتحجبة؟ يقول: ما معنى لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والحاجبة والمتحجبة؟ تحجبة كذا يقول، ما نعرف هذا. ما لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة واضح، اللعن معناه الدعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والرسول يدعو عليه بأن الله يطرده من رحمته، والنامصة التي تأخذ شعر حواجبها، والمتنمصة التي تطلب ذلك
من غيرها أن يأخذ حواجبها، يعني سواء أخذت حواجبها هي بنفسها أو تركت من يأخذ من يأخذها. والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة التي تطلب ذلك من غيرها أن يصل شعرها بشعر من غيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا كأنه يقدم اقتراحا، يقول: يعلم الله كما استفدنا من اللقاء الأسبوع هذا، فأرجو منكم جزاكم الله خيرا تغيير يوم اللقاء إذا كان لا بد من وضع شرح لمنظومة الآداب، فتختارون أي يوم يكون فيه هذا اللقاء الأسبوعي؟ الناس ما يتفقون على شيء، كل واحد له رأي. اللقاء حاصل ولله الحمد في الأسئلة التي تأتي بعد الدرس في كل ليلة، لا يكفي عن اللقاء. نعم نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: نحن عادتنا في شهر رمضان نجتمع نحن والأقارب، وفي كل يوم يكون عند واحد من الأقارب نفطر جميعا، النساء مع النساء والرجال مع الرجال، ونحن 10 بيوت، أي أن الفطور يأتي في الشهر الواحد على كل أهل بيت مرتين أو 3، هل فعلنا هذا صحيح؟ وبماذا تنصحوننا؟ يجتمعون على أي شيء؟ على الإفطار. إفطار من رمضان ولا إيش؟ نعم. إذا كان إنه هذا يعتقد أنه عبادة هو ما يجوز بدعة، أما إذا كان ما يعتقدون أن هذا عبادة وإنما يفعلون من باب المباح فقط فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا شاب يقول: أنا طالب انتهيت من الثانوية، ووافقت الدولة على بعثي إلى فرنسا لدراسة الهندسة المدنية تحت إشراف الدولة، فبماذا توجهونني؟ لا شك أن السفر إلى بلاد الكفر أنها الأصل فيه التحريم، إلا إذا كان هناك غرض صحيح، إذا كان هذا هناك غرض صحيح للسفر كتعلم فن من الفنون التي يحتاج إليها المجتمع كالهندسة أو الطب أو غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها المجتمع، هذا لا بأس به، لكن مع الالتزام بدينك والمحافظة على دينك والبعد عن الفتن وعن مخالطة الأشرار، وأن يكون السفر بقدر الحاجة فقط. فإذا كان هذا لحاجة صحيحة تحتاجها أنت ويحتاجها المجتمع، وتحافظ على دينك وتبتعد عن الفتن، ويكون السفر بقدر الحاجة، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: أرجو معرفة حكم هذا البيع بالتقسيط من أحد البنوك، وذلك بالطريقة التالية: الخطوة الأولى تتقدم إلى البنك تريد شراء سيارة بالتقسيط، ويقول البنك: اذهب إلى المعرض الفلاني وأحضر تسعيرة السيارات التي تريد شراءها، ومن ثم يذهب البنك ويشتري السيارات ويملكها ملكية تامة، ثم يبدأ بالبيع على طالب التقسيط بالعقود المعتمدة من بعض العلماء التابعين لهيئة البنك، علما أنني لست ملزما بأي شيء في حالة عدم رغبة شراء السيارات بعد أن يملكها البنك. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن البنك يبيع شيء ما هو عنده، وله بيشريها له، يشريها لك، يشريها لك ويسلم ثمنها قرض يقرضك إياه ويأخذ زيادة عليه، هذه هي الحقيقة، وإن ستروها بالحيل. الحقيقة أنهم ما يشترون السيارة لهم، وإنما يشرونها لك أو أنت بعد اللي تشريها، ويسلمون ثمنها قرض ويستردونه منك بزيادة ويسمون هذا بيع، ما هو صحيح. لا يجوز للبنك ولا لغيره أن يبيع شيئا إلا إذا كان حاضرا عنده في ملكه،
إذا جاءه الزبون ولا السلعة عنده سيارة أو غيرها يبيعها عليه لا بس. أما ما عنده سلع ولا عنده شيء ويروح لأملاك الناس معارض الناس ويكون الشراء بعد الاتفاقية بينه وبينه والتوقيعات والأشياء ما أنتم تنازل عقب ما توقع وعقب ما أنتم تنازل عقب ما توقع وعقب ما تعبي الاستمارات هذا كله حيل وكذب. فلا يجوز لأحد لا لبنك ولا لغيره أن يبيع شيئا إلا إذا كان في ملكه عند مجيء الزبون إليه. وهذا في حديث حكيم بن حزم قال الرجل يأتيني فيسألني البيع ليس عندي ثم أمضي فأشتريه من السوق. قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما رأيكم في من يجعل الكفر المخرج من الملة بالاستحلال فقط؟ وهل صحيح أن خلاف اللجنة مع اللجنة الدائمة مع علي الحلبي خلاف سوري؟ اتركونا من الكلام هذا. مسألة الردة بينها العلماء من قبل وفي كتب الفقه وفي كتب التوحيد مبينة. ما احنا بحاجة لإنسان جديد يأتي ويلخبط الناس بأفكاره وجهله تخرصاته. ما احنا بحاجة لأمثال هؤلاء. يكفينا قول علمائنا وما دونوه في الكتب الصحيحة من كتب الفقه وكتب العقيدة. يكفينا هذا ونمشي عليه ونترك هالكتابات الجديدة والتعالم الجديد الذي شغل الشباب وشغل الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول لقد كثر التبرج في النساء في هذا الزمن. نعم. فما هو المخرج من هذه الفتنة؟ مخرج بتقوى الله سبحانه وتعالى وإلزام النساء بالحجاب. كل ولي أمر امرأة يلزمها بالحجاب. وولاة الأمور أمور المسلمين الوالي العام يلزم المجتمع بالحجاب. هذا هو الحل. وأيضا على طلبة العلم إنهم يبينون للناس أمر الحجاب وأمر السهور من خلال الدروس والخطب والمحاضرات حتى يعلم الناس هذا الحكم ويزول الجهل ويردون على شبهات أهل السفور بهذه الأمور. أولا أن ولي المرأة يلزمها بالحجاب. ثانيا أن ولي أمر المسلمين يلزم المسلمين بالحجاب. ثالثا أن طلبة العلم والعلماء يبينون للناس أمر الحجاب وأدلته والرد على شبهات هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول انتشرت في هذه الأيام خدمة 700 عن طريق شركة الاتصالات، وهذه الخدمة يكون سعر الدقيقة من 4 ريالات إلى 8 ريالات، وتستخدم لطرح الأسئلة في مسابقات، وأحيانا لتفسير الأحلام، وأحيانا للتوقعات، مثلا من الفائز في هذه المباريات، ثم من فاز أو وقع عليه الاختيار يأخذ الجائزة. هذا ميسر. هذا هو الميسر. المراهنات التي يؤخذ عليها مال. هذا هو الميسر الذي حرمه الله وجعله قرينا للربا والخمر. ما يجوز أخذ المال على المراهنات إلا فيما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو السباق على الخيل، السباق على الإبل، السباق بالرماية. وما عدا ذلك من المراهنات فلا يجوز أخذ المال عليه وهو ميسر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول هل قول من عرف لغة قوم أمن مكرهم حديث أم لا؟ هذا عند الناس وهو ما هو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هو صحيح. ما هو كل من عرف لغة قوم يأمن مكره. أنت تعرف اللغة العربية الآن، هل تأمن مكر العرب؟ تأمن مكر العرب. المعنى ما هو صحيح واللفظ ما هو صحيح أيضا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول أيهما أولى بعد حفظ القرآن الكريم، حفظ كتب الحديث أم حفظ ودراسة المتون المختصرة سواء في العقيدة أو الفقه أو غيرها من العلوم؟
أنا قلت وكررت أنه ما هو بالمطلوب الحفظ فقط، مطلوب الجلوس على أهل العلم في حلقة الذكر، إما في المدارس وإما في المساجد، الجلوس إلى أهل العلم وتلقي العلم عنهم، ويكون الحفظ تابعا، يكون الحفظ تابعا للدروس. أما إن الإنسان يحفظ بدون مدرس بدون هذا ما لا يعد علما ولا تعلما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يقال إن الموتى في القبور يتزاورون ويرى بعضهم بعضا أو يسمع بعضهم بعض، فهل هذا صحيح؟ وأرجو من فضيلتكم إعطائنا توضيح بسيط لما يحدث في القبر بصورة يومية. الحين حنا ما نعرف أحوال الأحياء، ما نعرف أحوال الأحياء وش يصير بينهم وش، فكيف نعرف أحوال الموتى في القبور؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأمور القبور من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ولا نقول إلا بالدليل. فما جاء في الأدلة من أحوال الموتى الأدلة الصحيحة نقول به، وما لم يأتي فإن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نسكن في قرية وقد ندفن بعض الناس ليلا، فقام بعض الأشخاص بإيصال أعمدة الكهرباء إلى القبور لإنارتها، وتعللوا بأن الليل قد يطأ الناس فيه القبور، وأن القبور قريبة من بعضها جدا في المقبرة. السؤال: ما حكم فعلهم هذا بإيصال أعمدة الكهرباء إلى القبور لإنارتها؟ الجواب أن هذا ملعون من فعله. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وإنارتها من اتخاذ السرج عليها، بل أشد، لأن السرج مؤقتة وتروح، لكن الكهرباء هذا ثابت فيها، لا يجوز إنارة القبور. وهالكلام ذا باطل، يقول نخشى ندعس على القبور، لا، ما هو صحيح. الدعس على القبر بدون تعمد ما في شيء، لكن إذا تعمدت هذا مكروه، لكن السراج، إسراج المقبرة، هذا ملعون من فعله، كبيرة من كبائر الذنوب، ألا يجوز هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة هذا الحديث من حيث الضعف والقوة: أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ نعم، الحديث لا بأس به، والطلاق، الطلاق لا شك أنه فيه محاذير، إلا إذا احتجت إليه، عند الحاجة إليه لا بأس، عند الحاجة إليه لا بأس، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. أما عند عدم الحاجة إليه الطلاق أقل أحواله أنه مكروه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كنا في سفر نزهة وسوف نقيم في بلد أقل من 4 أيام، فهل لنا أن نصلي الفرائض جماعة في البيت أم لا بد لنا من الذهاب للمسجد؟ إذا عندكم مسجد وتسمعون الأذان يجب عليكم الذهاب للمسجد، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وورد مرفوعا وموقوفا: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قتل النمل المؤذي أو غير المؤذي في المنزل؟ غير المؤذي لا يجوز قتله، أما المؤذي فيقتل. المؤذي ينذر أولا، ينذر بأن يخرج، وأن فإن لم يخرج فإنه يقتل بغير النار، بغير التحريق، يقتل بشيء غير النار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل خلع الضرس يؤثر على الصيام؟ لا، لا يؤثر على الصيام، ولكن يتحفظ الإنسان من أن يتسرب إلى حلقه شيء، فإذا تسرب شيء من غير تعمد فلا حرج عليه، ويجوز له خلع الضرس لأنه يتألم إذا تركه. نعم. والفم في حكم الظاهر، الفم داخل الفم في حكم الظاهر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من قال
أشهد الله ثم أشهد الله ثم أشهد الله، أو قال والله 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 أني من أهل النار إن كلمت فلانا. أعوذ بالله من الشيطان. هذا لا يجوز الكلام، هذا لا يجوز الكلام هذا. النبي صلى الله عليه وسلم من قال هو يهودي أو نصراني وهو كاذب فهو كما قال، وإن لم يكن كاذبا لم يرجع إلى الإسلام سالما. الكلمة خطيرة هذه، لا يجوز للإنسان أنه يدعو على نفسه بالنار أو بالكفر أو فلا يجوز للإنسان هذا الشيء، ولا يجوز له أنه يحلف على أنه ما يكلم فلان إذا كان الإنسان الذي يقصده مسلم مسلما ولم يخطئ في حقه، حتى ولو أخطأ في حقه، لو أخطأ في حقه يسامحه ويعفو عنه ويكلمه لأنه أخوه المسلم. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هجر المسلم، قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يجوز التهاجر بين المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما هو القول الراجح في نقض مس الذكر للوضوء، وما صحة حديث إنما هو بضعة منك؟ نعم، الصحيح أن مس الذكر مباشرة ينقض الوضوء، الحديث الصحيح أن مس ذكره فليتوضأ، حديث من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، الحديثان صحيحان. وأما قوله وبضعة من، قالوا هذا في أول الأمر ثم نسخ، ثم نسخ في حديث النقض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول إن زوجتي رفضت القدوم إلى بيتي حتى أحضر